سيدي خادم الحرمين الشريفين، تتفضلون الآن حفظكم الله بإلقاء كلمتكم بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه نعلن الميزانية السنة المالية 1439-1440 كأكبر ميزانية للإنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفطية متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، لنواصل بحول الله مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل والقدرة على التكييف مع التطورات وتجاوز التحديات، حيث تم إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في المحافظة على كفاءة الإنفاق بهدف تحقيق معدلات اقتصادية مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين ومعالجة ما قد يحدث من آثار لجانب دعم الاقتصاد الخاص، ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية العام المالي الحالي بنسبة تتجاوز 25% مقارنة بالعام الماضي رغم الإنفاق ارتفاع الإنفاق، وما مع استهدافنا خفض العجز الميزاني العام القادم يكون أقل من 8% من الناتج المحلي والإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسع في الميزانية. كما نجحت البرامج الحكومية في تخفيض الاعتماد على النفط يصل إلى نسبة 50% تقريبا، ولأول مرة تشارك صناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في إنفاق الرأسمالي والاستثماري ما يزيد عن حجم إنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، بالإضافة لاستمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13%. ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023. في نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى دين النتائج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30%، ومستوى عجز ينخفض تدريجيا. إن هذه الميزانية تواصل الصرف على قطاعات تنمية مختلفة في جميع مناطق المملكة معدلات مرتفعة والحمد لله، كما تحتوي على مخصصات الإسكان وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم بإذن الله في دفع العجلة الاقتصادية أمام وتوفير مزيد فرص العمل للمواطنين والمواطنات. ولقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي التطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات على الخدمات المقدمة لهم، ويعكس الأهداف المرجوة ما تم تخصيص مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام. لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل والتنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى، نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه متوكلين عليه ومطلعين مصر مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنسى الاشتراك وتفعيل التنبيهات لمتابعة كل جديد.